السلام عليكم، وان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم مع تدابير ام قسنطينيه. لا فيديو تاع اليوم خاصه بمواد التنظيف اللي نستعملها كل يوم، خاصه مع الظروف الاستثنائيه اللي رانا نعيشوا فيها مع كورونا فيروس. لازم نعقموا وننظفوا في كل وقت وكل يوم. راح نهضركم على لي برودوي تاع التسياق، تاع القش، لتعطير الجو، تاع لي سانيتير. ان شاء الله تتبعوا معايا هذا الفيديو. اول حاجه راح نحكي لكم عليها اللي نستعملها في بداية كل تنظيف، انا نستعمل هاد ليغون، نلبسهم كوقاية يعني نحمي يدي من لي برودوي شيميك. نستعمل هاد ليغون يجيو هكذا خشان للتنظيف لي سانيتير ولا لي لافابو باش نحكهم مليح. ودي فوا نستعمل هادو اللي يجيو كيما هكا، هادو ترونسبارون، يجيو هادو جوتابل، استعمال واحد ماشي كيما هادو خشان. هاد لو باكي فيه 100 بياس، شريتهم ب 20000 اللي هي 200 دينار جزائري. استعمليه كحمايه، يعني تستعملي هاد القفازات كحمايه، يعني كيما تستعملي لو جافيل ممكن يسبب لك حساسيه، ولا تستعملي هادو لي برودوي شيميك المنظفات قادر يديروا حتى ليكزيما ولا لي حتى مرض من قبل. هاد القفازات يحميو لك يديك ولا حتى لي ماشي مريضه، خلاص كوقايه فقط. واول منظف راح نحكي لكم عليه هو خاص بالتسياق بالارضيه. انا نستعمل هذا، نستعمل امير كلين. دابيتود نستعمل برائحه الورد او رائحه لافندر لا لافوند، ولكن كي رانا مع لي فيروس وكورونا راني خيرت هذا مضاد للجراثيم انتي باكتيريام. ريحته تهبل. السعر تاعو يدير 14500 ولا 14000. تستعمليه كيفاش تستعمليه؟ تستعمليه 3 بوشون تحطيهم في 1 لتر وتسيقي به. فرانشمون هذا امير ريحته تريح بزاف في الدار وتخليها نقيه. وبالنسبه لو برودوي سويفون ليموزيل الغبار، انا نستعمل هذا داكنت، يجي بعطور مختلفه. انا خيرت هذا الميال يعني ما بخلش مزيل الغبار، فيه هذيك الريحه القويه اللي اعتدناها. نمسح به المابل ولا الاماكن اللي فيهم الغبرة. اما بالنسبه للزجاج نستعمل هذا لا فيتر نت ماكسي، نستعمل هذا ونعاون روحي بهذه نجبد به ولا بجورنال ولا كاريمون ما نستعملهمش. نستعمل الخل والجورنال يخلي لي فيتر نقيين يشعلوا. وبالنسبه لماء جافيل، لو جافيل انا نستعمل هذا جافيس في 2 لتر، ونستعمل ثاني بغاف. دابيتود نستعمل بغاف الماعن ولا، وهذا نستعمله للقش، نستعمله حتى للتسياق هكا باش يعقم لي الارضيه تاعي. وللتواليت نستعمل هاد لو برودوي من اجل هاد لو برودوي هو سي تان جيل 100% ديتارترون تريبل اكشن، يقضي على الكلس وكل انواع البقع الصعبه. هو انتي تارتر، انتي كالكير وبارفومي. انا خيرت هاد الخزامه، ممكن تجديه بعطور اخرى، رائحه البحر يجي زرقاء. انا خيرت الخزامه. كيفاش تستعمليه؟ تحطيه في لي بوردور تاع لي تواليت مده ربع ساعه، ابري تحكي بشيتا كيما هكا. انا نبقى نحك واحد الخمس دقائق ولا قدر حتى 10 دقائق، سا ديبون، تولي تشعل. السعر تاعو يدير 17000، مي يحكم لك. باسكو شوفوا هنا، شوفوا كيفاش راهو يسيح بالقطره، يعني ما كيش حد سيحي كميه كبيره. هادو هما اللي تفوتيهم هكا، تحطيهم على لي بوردور تاع لي تواليت ويسيح لك بشويه خلاص، يعني راح يحكم لك قداش يعني مده طويله. اما بالنسبه للرائحه، هذه ريحته تهبل، ماهوش كيما هذوك الريحه اللي تجي قاويه اللي نعتادوها يحطوها اكرمكم الله في المراحيض. هذه والله ريحه الخزامه لافندر. ولازاله الدهون انا نستعمل هذا فورس اكسبريس. هذا فورس اكسبريس تستعمليه، تقدري تستعمليه في المقلات يعني في البرم تاعك، تقدري تستعمليه في الفور، في لابانينوز كيما انا ندير به لابانينوز، ندير به في الفور، طابل كويسون، كويزينيير. هذا ترشيه، انا نصحوني به ترشيه. تقدري حتى ديريه في لافايونس كيما تعرفوا لافايونس تاع لا كويزين يتراكموا بزاف فيها الدهون، سورتو لي منين طابل كويسون. دونك هذا ترشيه وتخليه يعني تتهني من الحكان،
إذا كان عندك أسطح قليلة الاتساق خليه غير 2 مينوت يفي بالغرض. إذا كان عندكم أسطح شديدة الاتساق يعني متراكمة بزاف الدهون تخليه من 5 إلى 10 دقائق كما المقلاة باغ اكزومبل. هذوك لي بوردور تاع المقلاة ممكن يكون فيها دهون بزاف دونك تخليها من 5 دقائق حتى 10 دقائق ابخي حكيها مليح راح تشوفي النتيجة. وراح نهضر لكم على واحد لو برودوي روعه 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 نصحتني به ماما يعني شتها تستعملو هي بزاف في قداش حاجه ونصحتني به نشريه. هاد لو برودوي هو هاد لو جيل الاخضر هذا جيل فيغ تلقايه تقدري تلقايه في هاد لا مارك ستيك ممكن تلقايه في في العملاق ممكن تلقايه في البتراء يعني هما نفس المنتوج نفس النوعيه نفس كلش يعني جربتهم. هو متعدد الاستعمال واقتصادي. هذه العبوه دير 20,000 تقعد لك قداش نشهر يعني تستعملي مغرف صغيره يعني نص مغرف تخلطيها في الماء وتمسحي بها ولا تسيقي بها يعني راح تدوم لك وترغي لك بزاف. هذا انا نستعمله في التسياق هو فيه رائحة قوية هذه الريحة تطرد الحشرات تطرد حتى النمال الدبان الناموس يعني هذه الريحة ريحته مليحة يعني ماهيش مزعجة. إذا سيقتي به مش راح يدور بك خلاص خلاص الحشرات. ممكن تستعمليه حتى تمسحي به البلاكارات تحطيه في كمية من الماء وتمسحي بطخشون كيما هذا. ممكن حتى تستعمليه تغسلي به زرابة إذا غسلتي به زرابة راح يخرجوا يشعلوا. وتاني الاستعمال اخر ممكن حتى تستعمليه في التواليت حاشاكم شفتي هذيك لاشاس دوري كاينه من التواليت تحطي فيها كميه من هذا لوجيل ابري مع كل استعمال راح يخرج هذا لوجيل الاخضر مع الماء وراح يعطي ريحه قويه يعني رائحه المراحيض راح تتغير بنسبه يعني 100% راح تتغير مش حتعود خلاص كاينه رائحه كريهه في المرحاض. بالنسبة لمعطرات الجو انا نستعمل هذا المعطر الجو من فورس اكسبرس دوسور دي روز نختار هذه الرائحة رائحة الورود هذه نستعملها يعني في المنزل ككل تعجبني بزاف رائحة الورود. وبالنسبة للمراحيض نستعمل هذه من لوراج اخترت رائحة الكولوني لوت كولوني رائحتها بزاف هايلة وبزاف منعشة. وفي بعض الاحيان نستغني خلاص على معطرات الجو هذه نستعمل في بلاصتهم هذا الباخور فلورا. هذا باخور هو جاي باخور او عنبر هذا نشعله في الدار يمتص الروائح يطلق ريحه هايله فيه رائحه الغابات. هذا ممكن تلقايه في رائحه الفواكه يعني مش شرط هاد لا مارك يعني تقدري دي مارك خلاف تاع الباخور ليسونسييل تستعملي العنبر ريحته بزاف هايله سورتو اللي يحبوه. بالنسبة للأواني أنا نستعمل هذا المنتوج من بريل إيزيس. هذا كيفاش أنا نستعمله نحطه في عبوة كيما هذه ونزيد نضيف له شوية لو جافيل ونتحصل على هذا الخليط ونحطه في وحدة كيما هذه يعني تكون سهلة الاستعمال. دونك كي نجي حنغسل معا نعبز برك هنايا ونستعملها براتيك بزاف وان بلوس معقمه يعني هكا باه نضمن باللي نقتل الجراثيم كامل اللي موجودين في الاواني ولا على الاسطح يعني حتى نغسل به الفريجيدار ولا نمسح به البوتاجي ولا الاماكن المتسخه اللي كاينه في لاكويزين بهذا الطورشون. بالنسبه للقش نستعمل اغيال كاينه العبوات الكبيره كاينه هذه تاع 500 غرام يخرج على كيف القش نستعمله. وماشي ديما يعني نقدر نبدل ساعات نستعمل لوشا ساعات لوشا ليكيد ساعات نستعمل تاع سافا مارسي يعني كل مره كيفاش ولكن اغيال هذا تاني مليح على كيف. وكي نكمل الميلاج تاعي نغسل يديا بهذا لوجيل هذا لو جلامه من ديتول. هذه العبوه لقيتها بروموسيون دير 20,000 هذا ومعها هذه العبوه ثاني فور فري هذه يعني كي تخلص لك هذه تعمري القرعه بهذه هكا باش نضمن انه يديا يعني معقمين وكل شيء انتاكت. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم تاع روتينات التنظيف. نتلقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله ما تنساوش الاشتراك والضغط على جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. والف تحيه وسلام مني. سلام.